بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير والرحمة على الجميع. يا رب. عندي كيك حيل بسيط وحيل سهل، وأنا متأكدة كل شيء متوفر في كل بيت. أول شيء راح أدهن الماعون بالزبدة. طبعا الزبدة ما تفرق أي نوع زبدة عندكم، ما راح اخلي يعني بيها شكر، انتوا اذا تحبون بعدين راح اخلي بيها دارك شوكليت. نطلعها راح اخلي بيها رشه خفيفه عسل يكفي، اذا معكم عسل نهائيا ما يحتاج الشي، راح مبسوط. رشه خفيفه دارك شوكليت عندكم، اذا ماكو دارك شوكليت اسمه هم يصير الشوكليت العادي، اذا ماكو نهائيا ما يحتاج بس سووها اسمه عادي. عندي لوز، اذا ما عندكم لوز ما يحتاج. اي نوع لوز عندكم ما يفرق، اي نوع مكسرات ما الا لوز، اي نوع مكسرات عندكم المتوفر على طول امشوا مع الموجود المتوفر. بيض اثنين. بسم الله. أنا حيل حيل أشكركم على اللايكات، شكرا يا رب يخليكم ويخلي الجميع. حيل بسيط أبسط مما تتخيلوا، يعني عندي أصدقاء راح يجون حياتي ايش اسوي. هذا حيل بسيط طبعا يعني، وحليب اسمه ميلك كوب صغير. شوفوا هاي المكونات مالتها، انا عندي هذا معلقة مال شاي اللي اسمه بيكنج باودر، والطحين. بس هاي المكونات مالتها يعني ابسط من ما بتتخيلوا. وانا الفرن عالقته، لا تخلون بيدهن، انا ما راح اخلي بيدهن لان على اسمه خلينا شويه زبده، اذا تحبون خلوا بيها شوية زبدة الا دهن عادي الموجود اذا تريدون، يعني دارك شوكليت هو مدهن على مود. هذا انا ما اريد اخلي بيه. راح اخليه يرتاح دقيقتين ما اكثر، راح ارجع لكم. انا ما خليت بها شكر، اذا انتم تحبون تخلون بي شوي شكر ما بيها دهن، لان ذاك في الزبده والدارك شوكليت هم بيدهن. اذا ما عندكم دارك شوكليت كشمش يصير، اي شيء اي شيء يصير، لان هاي بيها اشياء كثيره. الاسمو اي نوع مكسرات عندكم نهائيا ما تفرق. راح اخلي بيه شويه. بسم الله. راح اخلي بيه دارك شوكليت عندي. خليت بيه الاسمنت، بس اخلي الاسمنت الثاني فوقه.
تشوفوه حيل حيل سهل وحيل بسيط وحيل طيب. عندي اصدقاء راح يجون احتار ايش اسوي هاي حيل بسيط. اذا ما عندكم اسمه كشمش يصير، اذا كشمش ماكو نهائيا ما نحتاج اي شيء عليه. من الطالع خلو بيها رشة شكر فوقه عسل الموجود. خلصته راح اخليها على الفرن 20 دقيقة. اني ناس بعد ساعة 20 اشوف ايش قد راح يطول ان شاء الله. من اطلع اشوفكم هو ريحته واو. بسم الله خليتها 20 دقيقة لا أكثر ولا أقل، لأن يعني الفرن كان حار على مود هذا أقل اسمه. بس حيل مشهين إن شاء الله تسووه وتشربوه ويعجبكم. أنا ما خليت بيه شكر، أنتم نفس الشي لا تخلون بيه شكر. أي شي لعدكم عسل شيرة تبدأ تسوون شيرة الموجود الموجود الموجود. هذا عسل، اذا تخلون بها عسل شيره الموجود رجعوها مره الاخ. الفرن طفوه زين طبعا، ورما طفوه رجعوها مره الاخ بس على حرارتها. راح اخليها تبرد زين وبعدين راح اقلبها تشوفكم هو شلون صار. هذا اصل التركي طبعا هذا الكيك. خليه يبرد زين وبعدين افرم واشوف.